بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم وننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من قاعة الاحتفالات بالمدينة الجامعية حدثا مميزا لجامعة الشارقة، حيث نشهد وإياكم إن شاء الله حفل تخريج حملة درجة الدكتوراه الأكاديمية في جامعة الشارقة، الذي ينطلق هذه اللحظات لخريجي فصل الخريف لعامي 2019-2020 و 2020-2021. نبارك لهذه المجموعة المتميزة حصولها على درجة الدكتوراه في مجالات متعددة، حيث نشهد وإياكم مشاهدينا الأفاضل تخريج 63 طالبا وطالبة حصلوا على درجة الدكتوراه، وهم موزعون بحسب الاختصاصات التالية: كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية عدد الطلبة 7، 3 طلاب و4 طالبات حصلوا على درجة دكتوراه الفلسفة في علم الاجتماع التطبيقي. وفي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية عدد الطلبة 12، 3 طلاب و9 طالبات حصلوا على درجة دكتوراه الفلسفة في التفسير وعلوم القرآن الكريم، و9 طلاب وطالبات حصلوا على درجة الفلسفة في الفقه وأصوله. أما كلية الطب فعدد الطلبة الذين حصلوا على درجة الدكتوراه 7، طالب 1 و6 طالبات بدرجة دكتوراه الفلسفة في الطب الجزيئي وتطبيقاته الإكلينيكية. أما كلية القانون فعدد الطلبة 25، 7 طلاب وطالبات حصلوا على درجة الدكتوراه في الفلسفة في القانون الخاص، و18 طالبا وطالبة حصلوا على درجة دكتوراه الفلسفة في القانون العام. وأخيرا كلية الهندسة عدد الطلبة 12، 8 طلاب و4 طالبات حصلوا على درجة دكتوراه الفلسفة في الإدارة الهندسية. خريجو برنامج الدكتوراه الأكاديمية من جامعة الشارقة لابد وبعد جهد جهيد وتعب أن يأتي اليوم الذي تحصدون فيه ثمرة كل هذا الجهد، فقد كنتم مثالا يحتذى في الجد والاجتهاد والصبر، وقبل ذلك الإصرار على تحقيق المراد. وها أنتم اليوم أمام حلمكم بشموخ. نبارك لكم هذه الدرجة العلمية الراقية، ونتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح والوصول إلى أعلى المراتب. مشاهدينا الكرام، خريجو برنامج الدكتوراه الأكاديمية في جامعة الشارقة. يسعدنا أن نكون معهم في هذا الحفل والذي نشهد من خلاله تخريج فوج جديد من الأفواج التي تخرج من جامعة الشارقة اليوم، وقد وصلوا إلى نهاية طريق طويل مليء بالجهد أثمر عن فرحة كبيرة وإنجازات مثمرة، وهو في الوقت نفسه بداية طريق جديد من العمل والإنجازات التي استثمروا بها مجهود سنوات من الدراسة. فطريق العلم والعمل لا ينتهي، وفي الواقع ما نراه الآن هو نتاج رؤية سديدة وحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، لمستقبل أبنائه ومواكبة لمسيرته العلمية الإبداعية وترجمة لتلك العقود من عمر تأسيس هذا الصرح الأكاديمي. جامعة الشارقة التي تأسست قبل 24 عاما وضعت نصب عينيها الوصول إلى مصاف الجامعات المرموقة عالميا بجودة ما تقدمه من برامج تعليمية وبحثية تتصف بالشمولية وتعددية التخصصات، وجعلت من ذلك هدفا وضمنته في رؤيتها من البداية. إن جامعة الشارقة هي الجامعة الأولى والوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي توظف مفهوم مجالات التخصصات الأكاديمية، حيث توجد فعليا الكليات والمراكز المماثلة في حقول قريبة. هذه الميزة تفرد جامعة الشارقة لكي تسهل تقاسم الموارد المشتركة مثل المختبرات والمكتبات بين الكليات، وكذلك تسمح للطلاب والطالبات النيل من حقول مشابهة التفاعل بتبادل الخبرات والتحديات. نتابع معكم مشاهدين الكرام هذا النقل الحي إذن والمباشر رغم الجائحة التي تأثرت بها جميع دول العالم، ولكن العزيمة والإصرار تجعل من الإنسان أن يكيف نفسه ويتعايش مع كل الظروف. إذن في هذه اللحظات نشاهد دخول الإخوة والأخوات بداية بعلم دولة الإمارات العربية المتحدة وعلم الجامعة، وأيضا مجلس أمناء الجامعة، أعضاء مجلس أمناء جامعة الشارقة وعمداء الكليات كما ذكرنا، رغم الجائحة التي نعيش تفاصيلها منذ أكثر من عامين، إلا أن العمل مستمر، وكذلك المسيرة مستمرة بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن السادة أمناء المجلس، بانتظاري كذلك تتغير الأوضاع هذه المرة عن المرات السابقة، فكنا نشاهد الخريجين يعتلون المسرح، إلا أننا اليوم نشاهد حملة الدكتوراه وقد أخذوا أماكن أخرى كما ذكرنا بسبب الجائحة وضرورة التباعد الاجتماعي. إذن مدير جامعة الشارقة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي وعمداء الكليات أخذوا مكانهم، وكذلك خريجو درجة الدكتوراه لفصلي الخريف لعام 2019-2020 و2020 و2021. الآن الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين. أما بعد، سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول نعيم الأكرم مدير الجامعة، أصحاب السعادة السيدات والسادة نواب المدير وعمداء الكليات، أعزائي الخريجين والخريجات، أيها الحفل الكريم، أحييكم بالتحية المباركة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز والولاء أن نرفع إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم أسمى آيات الشكر والعرفان على قيادته وريادته ورعايته لهذا الصرح العلمي الشامخ، والذي نحتفل فيه اليوم بتخريج هذه الكوكبة من الخريجين من طلبة الدكتوراه، وللعرفان في الجميل، وتقديراً للواجب وتعظيماً للإنجاز. الشكر موصول لإدارة الجامعة ممثلة بسعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، وللحضور الكريم أجمل الترحيب وأعبق التحايا في هذا اليوم المبارك الذي نشهد فيه تخريج دفعتين من طلبة الدكتوراه في جامعة الشارقة. والآن أتشرف بدعوة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة لإلقاء كلمته بهذه المناسبة السعيدة، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين. زميلاتي وزملائي أعضاء أسرة جامعة الشارقة، أبنائي وبناتي، إخواني وأخواتي الخريجون والخريجات، أيها الحفل المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أسرة جامعة الشارقة وعن السيدات والسادة الحاضرين لهذا الحفل المبارك وعن الخريجين والخريجات، أتشرف بأن أتقدم بأسمى معاني التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، حفظه الله تعالى ورعاه، بهذه الفرحة بأعماقها ومكوناتها لسموه بالكوكبة الجديدة من حملة شهادات الدكتوراه الأكاديمية بمختلف التخصصات الطبية والهندسية والاجتماعية والقانونية والدراسات الإسلامية وغيرها. الأمر الذي يشكل بالنسبة لسموه ولنا ولأسرة الجامعة الشعور الأعمق والأهم من السعادة والفخر والاعتزاز. كما أتشرف بتقديم هذه التهنئة والتبريكات للخريجين والخريجات ولآلهم وذويهم ومسؤولي الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة التي يعمل الكثيرون منهم فيها. أيها الحفل المبارك الخريجون الأعزاء، أود أن أؤكد لكم جميعاً أن تأهيل الكوادر بالدرجات العلمية العليا ولا سيما درجة الدكتوراه في التخصصات والدراسات العلمية المختلفة بجامعة الشارقة كان وما يزال واحداً من الأهداف الكبرى والهامة لصاحب السمو حاكم الشارقة ورئيس الجامعة حفظه الله تعالى ورعاه. الأمر الذي كان يتجسد دائما بتوجيهات سموه الراسخة للجامعة للاطلاع بطموحات واسعة ودقيقة في التخطيط لبرامج هذه الدراسات وتوسيعها وتطويرها، بل وحتى المشاركة مع جامعات عالمية كبرى في تأهيل طلبتها. من ذلك التعاون وبمستوى الشراكة مع جامعة لوبيك الطبية الألمانية التي أتوجه الآن لرئيستها البروفيسور غابرييل غلسين على مشاركتنا الاحتفال بتخريجكم اليوم بكلمة مسجلة لها. أقول ليس فقط لأن في هذا المستوى من التحصيل العلمي ما تحتمه متطلبات التنمية الوطنية، بل أيضا لأن في ذلك ما يسهم وإلى حد كبير في تعزيز نهضة جامعة الشارقة العلمية وتعزيز مكانتها في الصفوف الأولى لتكون الجامعة الأقوى بين الجامعات النظيرة على مختلف المستويات، والأولى في كثير من التخصصات التي تطرحها على مستوى الدولة، والتي بلغ مجموع ما تطرحه حتى الآن من البرامج لمختلف الدراسات العلمية 112 برنامجاً، 57 برنامج لدرجة البكالوريوس، و38 برنامج لدرجة الماجستير، و15 برنامج لدرجة الدكتوراه، وبرنامجين لدبلوم الدراسات العليا. وهذا العدد من البرامج هو الأكبر على مستوى الجامعات القائمة بالدولة، ولذلك فإن المزيد من الخريجين من حملة رايات العلم العليا يشكل دعما حقيقيا وهاما وفاعلا في مختلف آفاق التنمية والتقدم والتطور الحضاري والعصري لهذا الوطن العزيز. ولهذا فإن في احتفالات الجامعة الشارقة بتخريج طلبتها للدراسات العليا في كل عام ما يبشر بمزيد من مواكب العلم والمعرفة من العلماء والمتخصصين الذين سيتولون بمشيئة الله تعالى مهام القيادة والإشراف على خطة التنمية الوطنية والتطويرية ومختلف آفاق الطموح ومستوياته لإمارة الشارقة وللدولة عموما. الخريجون والخريجات، إن مشاعر الفخر والسعادة التي تعيشونها الآن ويشارككم الجميع بالإحساس بها هي محصلة لإرادة كل منكم ومشيئته في التحصيل العلمي ولأعلى درجاته، وهي أيضا نتيجة طبيعية لحسن تنشئتكم في رحلة من البذل والتضحيات التي تلقيتموها ليس فقط من الآباء والأمهات وأولياء الأمور، بل ومن المكونات الأسرية والاجتماعية التي كنتم وما زلتم تنتمون إليها، والتي نتج عنها ما أنتم عليه اليوم من الفخر والاعتزاز. لهذا أدعوكم لتتوجهوا بمشاعر الشكر والتقدير والاحترام إلى كل من زرع في نفوسكم ولو بذرة واحدة من بذور حصاد هذا اليوم المبارك. مبروك عليكم جميعا إن شاء الله، والله يوفقكم ويحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن نستأذن الأستاذ الدكتور مدير الجامعة للبدء بمراسم التخريج. الطلبة الخريجون أرجو القيام. سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول نعيمي مدير جامعة الشارقة، لقد أنهى هؤلاء الطلاب والطالبات من كليات الدراسات العليا متطلبات التخرج اللازمة للحصول على درجة الدكتوراه في مختلف التخصصات: الطب والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية والشريعة والدراسات الإسلامية والقانون والهندسة. وعليه وبناء على الصلاحيات المخولة لسعادتكم من مجلس الأمناء الموقر، نعلن عن منحهم الدرجات العلمية التي يستحقونها كل بحسب تخصصه، مع ما يلازم هذه الدرجات من شرف وحقوق وامتيازات. أرجو يا سعادة المدير أن تتفضل بتسليمهم شهاداتهم. الطلبة الخريجون أرجو الجلوس. كلية الدراسات العليا والبحث العلمي درجة الدكتوراه. كلية الطب دكتوراه الفلسفة في الطب الجزيئي وتطبيقاته الإكلينيكية. محمود ياسين حاجم المشهداني وحصل على تقدير امتياز. دانا مازن ظاهر وحصلت على تقدير امتياز. راكهي كيزو أبات راما كرشنا وحصلت على تقدير امتياز بمعدل 4 من 4. سارة موسى صبحي حمودة وحصلت على تقدير امتياز. مينا ربيع عبد المحسن العاني. نهى مسعد طه حسن الإمام، وحصلت على تقدير امتياز. وفاء صائب حسن رمضان، وحصلت على تقدير امتياز. تنفيذاً لاتفاقية التعاون بين جامعة الشارقة وجامعة لوبيك الألمانية، فقد أنهى عدد من طلبة الدكتوراه مقررات الحصول على درجة الدكتوراه المخصص دراستها في جامعة الشارقة. والآن نستمع إلى الكلمة المسجلة لرئيسة جامعة لوبيك الألمانية. Royal Highness, esteemed Dean of the Medical School, dear Professor Kutaiba, esteemed Chancellor of the University of Sharjah, Professor Al-Naimi, dear graduates, dear colleagues, ladies and gentlemen. It is a great honor and pleasure for me to speak to you as President of the University of Lübeck and to convey my congratulations to the first graduates of our joint doctoral program. Of course, I deliver also the warmest greetings and congratulations from colleagues of the Presidential Board of our university. Started in 2015 with first exploratory meetings consolidated during the past years, we can now celebrate the first three graduates that performed their doctoral project at both of our universities and that were jointly supervised by professors from both institutions, the University of Sharjah and the University of Lübeck. I think these first three concluded projects testify the enormous success of this joint project. The bilateral PhD program being of highest quality and of mutual benefit for both of our institutions delivers great science and fosters superior junior scientists, just the first three of them being honored today. Even in these uncertain times of the corona pandemic, with all its obstacles and difficulties, the program could be maintained and successfully continued. Looking at the projects performed during their PhD work, I am once more impressed by the quality of science conducted. Additionally, I'm amazed by the enthusiasm I experience in these young scientists and graduate students, and I predict them a prosperous further scientific career, being so well trained and equipped. Endeavors like this joint program contribute to a better understanding of people from different backgrounds in a world with a lot of political changes and problems, accompanied by a loss of communication and a loss of trust between countries, peoples and individuals. Therefore, I hope that you also benefit from this special exchange program beyond research and the scientific aspect in a personal way, and that you enjoyed your stay in our beautiful city of Lübeck, and that you experienced Germany as a hospitable country. I think I am not exaggerating when I tell you that your supervisors in Lübeck and all involved colleagues are proud of your performance and the successful graduation as PhD students. More students from the University of Sharjah already visited Lübeck this year and performed parts of their doctoral research in laboratories on our campus. And we are delighted that we will be able to welcome further guests in the upcoming month. In fact, I am today even more convinced that the Medical School of Sharjah and the University of Lübeck are a perfect match, and we are pleased that this successful program will be continued. Let me finally express my deeper thanks. First of all, of course, you, Royal Highness, for your terrific and continued support and interest. Also, of course, we are highly grateful for the efforts of our partners at the University of Sharjah especially, I would like to thank Professor Dr. Hamid Al-Naimi, your Chancellor, Professor Hamid Khutaiba, your Dean of the Medical School, and finally, yet importantly, I give my warmest wishes to the three graduates, Noah Eleman, Mahmoud Hassin Hachim, and Raki Ramakrishnan. Congratulations, and I hope that we can meet physically next year. Shukran. كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، دكتوراه الفلسفة في علم الاجتماع التطبيقي، خالد علي محمد يوسف الأميري. راشد بن أحمد بن علي الشريف الشحي. محمد سيف خلفان الحريم للشامسي. أمينة حسين علي حماد بن حماد وحصلت على تقدير امتياز. عائشة سعيد ماجد سعيد المسافري وحصلت على تقدير امتياز. فاطمة سيف حمد صالح الظاهري وحصلت على تقدير امتياز. خولة عبد الرحمن حسن الملا الصابري. فاطمة عبد الله أحمد عبد الله الحمادي. كفاف بنت عبد الله بن عبد العزيز العتيبي. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، دكتوراه الفلسفة في الفقه وأصوله. عبد السلام سعيد كريم وحصل على تقدير امتياز بمعدل 4 من 4. سلامة راشد سالم تميم الكتبي وحصلت على تقدير امتياز. ظلال أم الخير أحمد تيسير كعيد وحصلت على تقدير امتياز بمعدل 4 من 4. عائشة عيسى محمد الشحي. هدى علي بن سالم بن جاسم الزعابي. هدى علي بن سالم بن جاسم الزعابي وحصلت على تقدير امتياز. نجاة علوي، عبد القوي ناصر الحارثي، وحصلت على تقدير امتياز. زهرة محمد عمر محمد الجابري، وحصلت على تقدير امتياز. الكلمة الآن للطالب عمر العويس الحاصل على الدكتوراه في القانون، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين. سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الأمناء، السيدات والسادة عمداء الكليات، أمهاتنا وآباؤنا، زملاء الخريجين، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقف أمامكم اليوم وفي خاطري المشهد العظيم بكل تجلياته وصوره، وإنها لأمر مشاعر عميقة لا تطال وصفها فخامة الكلمات والمعاني. ونحن نعتلي منصة التخرج، ومهما بلغت فرحتنا من مدى فإنها لتنتشر في الآفاق محلقة في سماء الوطن الحبيب، معاهدين قيادتنا الحكيمة أن نبقى لدولتنا سفراء الداخل والخارج، نخدمها بأهداب العيون موظفين ما حققناه من إنجاز علمي ومعرفي في المساهمة في صياغة مستقبلها المشرق بعون الله تعالى وهمة القيادة الرشيدة. أيها الحفل المبارك، ونحن نهم بمغادرة رحاب الجامعة إلى رحاب الوطن، فإننا وحين نقلب أبصارنا يمينا وشمالا لا نملك إلا أن نعرب لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة حفظه الله تعالى عن أسمى معاني الشكر والامتنان لجهده الوطني الحثيث في توطيد دعائم التنمية الشاملة في كل ركن من أركان الوطن الأعز، وما هذه الجامعة إلا واحدة من نتاج عطاء سموه الخير، والتي تنم عن حرصه على دعم مسيرة التعليم لإيمانه أن السلاح الأشد مضاءً في بناء الإنسان، وجعله قادراً في مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات في مختلف مناحي الحياة. وها نحن وأنتم نرى إمارة الشارقة، إمارة العلم والمعرفة والثقافة، والتي أصبح حراك الإنسان فيها مبنياً في تشكيله الأساسي على العلم وبدرجاته المختلفة والعليا، والتي تتطلبها النهضة الحضارية والعصرية، ليس لإمارة الشارقة فحسب بل وللدولة بشكل عام وبمختلف متطلبات نهضتها الوطنية الاستراتيجية التي تضعها في المراكز الأولى على المستوى العالمي في كل شأن من شؤون التقدم والتطور العصري والحضاري الذي تسعى إليه. أيها الحفل البهيج، إن كان علينا كخريجين أن نحق الحق ونعترف بمكوناته، فلا بد أن نسجل أسمى معاني الشكر والامتنان إلى جامعتنا العزيزة الغالية جامعة الشارقة، بدءا من مديرها سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مرورا بعمداء الكليات ورؤساء الأقسام الأكاديمية وأعضاء الهيئة التدريسية الذين أسهموا بصدق وأمانة وولاء ووفاء في بناء الصرح العلمي والمعرفي والمهاري الراسخ الذي أصبحنا عليه كخريجين للدرجات العلمية العليا، وسنحتفظ بفضلهم ما حيينا. أمهاتنا وآباؤنا، إننا وفي هذه اللحظة التي انتظرتم وقتها بسهر ليلكم ودعائكم لنا لنعجز عن رد جميلكم، فلا نجد أصدق من أن نتوجه إليكم بعظيم المحبة والعرفان، معلنين أن تخرجنا اليوم هو هديتنا إليكم، وبكل فخر واعتزاز وشرف فهنيئا لكم، مؤكدين لكم أن القيم التربوية والأخلاقية والإنسانية التي غرستموها فينا ستبقى ماثلة وملازمة لنا أينما حللنا، وأننا لن نخذل رجاءكم بإذن الله تعالى. إخواني الخريجين، أؤكد لنفسي وأذكركم بأن لجامعة الشارقة التي صاغت شخصياتنا العلمية والمعرفية والإنسانية حقاً راسخاً على كل خريج فينا، يتمثل هذا الحق بأن نكون خير سفراء لها، ليس فقط لما أعطتنا إياه من العلم والمعرفة وحسن التأهيل، بل ولما يحتمه علينا واجب الوفاء من حيث الإبداع والولاء لعملنا أينما كان هذا العمل. ولنتذكر دائماً بأن وطننا الغالي والعزيز ينتظرنا كغيرنا من الخريجين الأكفاء لنسهم في استئناف ما بدأه من سبقونا من أبناء هذا الوطن في راسخ البناء والتنمية وسعة الآفاق ضمن استراتيجيات البناء العالمية، ولعلنا ونحن نفعل ذلك نعبر على نحو واقعي وعملي عن الأشجار التي زرع بذورها فينا في هذه الصروح العلمية العالمية والدنا ومعلمنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله تعالى ورعاه، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس الجامعة. كما أتوجه بكل الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم هذا الحفل الرائع الذي سيبقى خالداً في ذاكرتنا. وختاماً أسجل بأعلى الصوت وبكل فخر واعتزاز بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي الخريجين أسمى معاني الولاء والوفاء والاحترام لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، حفظهم الله تعالى ورعاهم أجمعين، وفقنا الله تعالى جميعاً لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. كلية القانون، دكتوراه الفلسفة في القانون الخاص، أحمد علي حسن آل علي. عبد الله سعيد عبد الله الوالي النقبي. عمر محمد سلطان محمد العويس. شوق حسين أحمد شويكي، وحصلت على تقدير امتياز. مريم أحمد خلفان صندل، وحصلت على تقدير امتياز بمعدل 4 من 4. ندى محمد محمود حسن المازمي، وحصلت على تقدير امتياز بمعدل 4 من 4. نشوى أحمد محمد، وحصلت على تقدير امتياز بمعدل 4 من 4. دكتوراه الفلسفة في القانون العام أحمد مصبح سعيد خاصوني الكتبي. أحمد محمد حسن محمد الجسمي. حمد هلال شعبان مراد البلوشي. حمدان ناصر محمد العامري. صلاح محمد عبد الله قاسم الحمادي، وحصل على تقدير امتياز. عبد الله محمد عبد الله عبد الرحمن آل علي. عبد الله يوسف أحمد راشد الحوسني. أحمد عبد الله أحمد الحمادي. محمود حسين حسين محمد الحمادي، وحصل على تقدير امتياز. مروان جاسم محمد إبراهيم يوسف، وحصل على تقدير امتياز. وليد عبد الله سالم علي آل علي، وحصل على تقدير امتياز بمعدل 4 من 4. وليد عبد العزيز محمد عبد الله النيباري. آمنة محمد جمعة حسن المنصوري، وحصلت على تقدير امتياز. حليمة خالد ناصر سيف المدفع، وحصلت على تقدير امتياز بمعدل 4 من 4. حمدة عبد الله قطامي السويدي، وحصلت على تقدير امتياز بمعدل 4 من 4. حمد علي حسن عبد الله البلوشي، وحصلت على تقدير امتياز. شيخ حسين علي الزهراني. عليا محمود محمد محمود، وحصلت على تقدير امتياز. فاطمة يوسف أحمد علي عبد الله، وحصلت على تقدير امتياز. كلية الهندسة دكتوراه الفلسفة في الإدارة الهندسية. أحمد سيف سالم الرز الكتبي، وحصل على تقدير امتياز. أسامة يوسف كايد حماد، وحصل على تقدير امتياز بمعدل 4 من 4. إياد نوري عبد الحليم العوايشة، وحصل على تقدير امتياز بمعدل 4 من 4. حسن أحمد حسن عبد الله الزرعوني، وحصل على تقدير امتياز. خليفة مصبح أحمد سيف الطنيجي، وحصل على تقدير امتياز. طارق عبد الغفار محمد الهاوي، وحصل على تقدير امتياز بمعدل 4 من 4. محمد أحمد إبراهيم عبد الله البلوشي، وحصل على تقدير امتياز. أمل عبد الله محمد سلمان آل خميس، وحصلت على تقدير امتياز. إيمان جاسم حسين علي الرئيسي، وحصلت على تقدير امتياز. نبارك لأبنائنا وبناتنا الخريجات والخريجين، كل عام وانتم بخير. وفي ختام حفلنا هذا نتوجه إلى الله بالدعاء بأن يحفظ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، ويمتعه بالصحة والعافية ليبقى رمزاً للعلم والعلماء والعطاء، شاكراً لإدارة الجامعة ممثلة بمديرها سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي على الدعم المتواصل والجهود الدؤوبة لإنجاح هذا الحفل الكريم. أستودعكم الله جميعاً على أمل اللقاء بكم في إنجاز آخر من إنجازات جامعتنا الحبيبة، والآن يرجى من الجميع الوقوف والانتظار حتى مغادرة موكب مدير الجامعة ومجلس العمداء مكان الحفل، راجياً من الجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية والصحية المعمول بها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.